الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا ان انا بلتقي بكم النهارده طبعا في مقر جامعه الاسلام كده لجميع ام الاجتماع كلنا، وسعيد جدا ان انا بلتقي طبعا باصدقائي في المنصوره كلهم، وسعيد جدا ان انا طبعا دكتور ايهاب طبعا استاذنا كلنا. لا بتحب ايهاب جدا. انا بحبه اكتر. وطبعا بيشوفني طبعا ان انا طبعا اكون مع صديقي العزيز، هو صديقي يعني صديقي وحبيبي واخي واستاذي بحاجه دايما، استاذ دكتور حسين شعيشه، يعني هو طبعا واحد من الملاذ العلمي في مصر بالنسبه لنا كلنا، وانا بعتز جدا بمعرفته. والنهارده ان شاء الله انا هتكلم على الهيباتيتس سي فيروس، اخترت الموضوع ده عشان this is a very hot topic in this situation. ده ايشو الاولاني. رقم اثنين ان احنا الحمد لله كان مع مجموعه طبعا من الاساتذه الكرام، الرسول الدكتور رشاد رسول والدكتوره مايا حسام الله ربنا يسعدها والدكتور وحيد دوس والدكتور جعفر بجد، كنا اشتركنا مع بعض ان احنا نضع الايجيبشن جايد لاينز طبعا مش فقط في نيو دايز بيشنتس، ولكن اول بيشنتس في الاكسبيرمنتال مانيفستيشنز والبيشنتس اللي هم طبعا كونزرفيف ثيرابي والسيكي دي بيشنتس والدايز بيشنتس والبوست ترانسبلانت بيشنتس. وفي الحقيقه البيبر اللي احنا عملناها دي الحمد لله دلوقتي بقت واحده من الوثائق في الجايد لاينز، ويعني بقت نوت جاست جين برسبكتيف بس بقت كمان انترناشونال برسبكتيف فور ذا مانجمنت اوف ذا هيباتيتس سي فايروس. النهارده هنتكلم على الكود، طبعا مش هقدر اتكلم على كل هيباتيتس سي فايروس سواء في الدايجنوز، ولكن هركز اكثر على النقط اللي طبعا في كيب كود في الدايجنوز مش هخش فيها عشان اركز النهارده بتاعت جاست اون تريتمنت اور مانجمنت اوف هيباتيتس سي فايروس. طبعا احنا عارفين حجم المشكله في العالم، ان احنا طبعا في عندنا جلوبال كرونيك هيباتيتس سي فايروس انفكشن اوفر ذا وورلد، حوالي 170 مليون بيرسون على مستوى العالم عندهم هيباتيتس سي فايروس، فقط في افريكا وميدل ايست يمثل 72 مليون بيرسون طبعا مشكله كبيره جدا. طبعا عشان نعرف مشكلتنا في مصر، احنا الهايست هوت بوينت اوفر ذا وورلد وجدوا ان في بلاد دونرز في الايجيبشن بلاد دونرز اكثر من 5% زي ما شايفين على الخريطه بتاعتنا، في مصر اعلى نقطه في العالم اللي بعدين 1%، لكن احنا عندنا 5% من البلاد دونرز اكتشفوا ان عندهم هيباتيتس سي فايروس. وعشان نعرف البريفلنس في مصر هنلاقي ان الانجز في هيباتيتس سي فايروس اوفر ذا وورلد فقط الانتي هيباتيتس سي فايروس انتي بادي هو عباره عن من 7.9 ل 12.3 بافريج 9.8، ودي كانت اخر ريكومنديشنز طالعه من المينستري اوف هيلث سنه 2015. ولما نيجي نشوف قالوا بس دي بنسبه عاليه قوي، لكن لما قالوا نيوكليك اس بوزيتيف اللي هو بي سي ار بوزيتيف وجدوا ان هم يمثلوا حوالي 7% من الايجيبشن بوبليشن، دي طبعا نسبه عاليه جدا. طيب احنا عندنا البريفلنس في ايجيبت اب تو من 60 ل 100% من وحدات الغسيل في مصر، دي كانت طبعا السنه المعموله في مصر قبل كده، وعلى فيهم هيباتيتس سي فايروس. يبقى احنا فعلا عندنا مشكله حقيقيه في مصر وهي وجود هيباتيتس سي فايروس، ونشوف هنلاقي فرق بيننا وبين بقيه العالم كله، العالم كله بيتكلم في 2% 1% 5% اب تو 30%، لكن احنا سيبني عندنا 100% على يعني في واحد في مناطق مصر هات غسيل كل صار اوف دايركت سنترز صار اوف دايركت سنترز ان ايجيبت 100%. يعني نعم الارقام دي قلت، بس انا بتكلم اخر احصائيه رسميه. طبعا هو الترند بيقل وهيروح طبعا عشان في انفكشن كنترول دخل وعشان في حاجات كتير بدات تحصل. طبعا زي ما احنا شايفين ان احنا مثلا الحاجات اللي مثلا فيها استيميشنز كانت يونايتد ستيتس فيها حوالي 8% يعني من ال 100,000 بيشنت اللي عندهم داسس وجدوا عندهم هيباتيتس سي فايروس، وهم ديس كاتيجوري اوف بيشنتس خمس اضعاف النسب الطبيعيه عندهم هيباتيتس سي فايروس بيشنتس، وجدوا ان المين ريسك فاكتور هو عدد سنين غسيل يزيد معاه النسبه سوري هيباتيتس سي فايروس انفكشن. يعني حتى في البيست ايريز وذ بروبر انفكشن كنترول برضه الديوريشن اوف داسس ستيل واحده من المشكله اللي احنا طبعا ايه بنجد ان في عندنا هيباتيتس سي فايروس بيشنتس. كان في مقوله ودي اول بيت بقول احب اقولها في المحاضره بتاعتي، ان ناس كتير تقول لك ان وانس ان العيان وصل لاند ستيج كيدني ديزيز وبقى اوريجنال كيمو دانس هيباتيتس سي فايروس بيكيم اكوايسد. والقصه دي اتعملت فيها ستايلز كتيره جدا واتحط فيها روت اوف ثيوريز، وناس قالت لك عشان في ابجريدنج للديكي ريسبتورز 5 و6 و7، وناس قالت لك عشان في عندنا انهبيشن طبعا الكاسبيسز اللي هو 1 من 2 و7 و9 و10، وناس قالت لك ذا فيكشن اوف ذا ديلتا اوف بوتنشال في بوتنشال في السايد اوف الميتوكوندريا، وفي طبعا اذر فاكتورز كتيره جدا قالت لك ان بيحصل في ان دي سيتويشن ذير از نو افكشن والفيروس بيفقد اتس اكتيفيتي، وبالتالي الانفكشن اوف ذا ليفر سيلز من النيكروزس وبيحصل داكشن اوف
ابتوس او نيكروز او بريفر سيمبيلر، طبعا ده بتروجي سيلير مش فيه، الموضوع معقد جدا. وجدوا ان لا، عشان كده قال لك ما تعالجش عينه. لكن دي معلومه خاطئه، وده كان احد الاستراجلز لما احنا قعدنا مع وزير الصحه انا وطبعا سيد اخوات الدكتور رشاد جاسوم، وكنا بنناقش معاه هذه القصه ان احنا وي شود تريت اول هيباتيتس سي فايروس اوفر ذا بيشنتس. كان اول كلمه واجهتنا من بتوع الهيباتولوجي في الكلمه غريبه جدا، يو شود تريت ذيس بيشنتس بيكوز ذيس بيشنتس هاف اكوايسن فايروس. طبعا جبنا لهم الوثائق والادله، لا ده هو وجد ان الهيباتيتس سي فايروس بيشنتس لما شفناه شويه بيزيد معاها المورتاليتي في رينال فيلر بيشنتس، وجد ان بيزيد معاهم كمان الانزل اوف سيروزس وبيزيد معاهم الاتش سي دي، لان ذات اتسيلف از بيرسون. وكان الفيصل ده ان احنا جبنا لهم ال ACD guidelines 2015 طبعا دي امريكا، والايزي 2016 اللي هي اليوروبيه اللي كانت لسه مبشره كانت من اسبوعين ثلاثه، وقالوا في ذيس جايد لاينز ان الهيمودايز بيشنتس اللي هم لهم برايورتي فور تريتمنت فور تو ريزنز، لانهم ذيس از سورس فور كوميونتي انفكشن، رقم اثنين ان هم بتزيد معاهم المورتاليتي اوف ذيس بيشنتس، وبقت جريد خالد جريد 1 A في الايسل اي 1 ام سوري اي 1 في الايسل، وجريد برضه اي 1 في ال ACD guidelines. خلينا نشوف الكلام ده هيمشي ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين لما نيجي نشوف الدوكس ستادي اكوردنج فور ذا ديكيتس، سواء في ستيج 1 زي ما هنشوف اللي كانت من سنه 98 ل 2001، او في ستيج 2 اللي كانت 2001 ل 2004 2002، ودي 2004 ل 2006، ودي من 2006 ل 2008، ودي من 2008 ل 2009 لغايه 2014. دايما دي عندنا انزلز اوف الغازي فيروس عالي، سواء 14% او 10 او 8 او 7 او الليتست وان اللي كانت 2014 كانت 9.5%. فديز ذا انسدنس اوفر ذا وورلد او ديفرنت ستاديز من ديفرنت سنترز اوف دايسيس من ديفرنت ريجنز عندها الافرج حاجه 10%. هل كان السؤال دايما يطرح هل احنا نستحق ان احنا نعالج ذيس بيشنتس؟ كان السؤال يس وي شود تريت ذيس بيشنتس، لو مبالغوا على التوب سوير من 96 ل 2008 اللي دايما كان فيه هيباتيتس سي فايروس انفكشن بيزيد معاه الانسدنس اوف مورتاليتي ريجاردنج ان ديوريشن اوف ذا ليفرز فانكشن اند ديوريشن اوف ذا دروب اوف اتش سي سي، وبالتالي بتزيد مورتاليتي. يبقى مفيش شك ان احنا وي شود تريت ذيس بيشنتس، ما نقولش ان احنا مش هنعالجهم. تمام؟ ودي برضه ستايل ثانيه من ديفرنت ارياز قالت ان احنا عندنا مشكله ان احنا وي ار تريتنج ذيس بيشنتس ان ا فيري سيتويشن، ووجدوا حتى ان في حتت اب تو زيرو بيرسونز اللي ماشيين في اللي قصادنا ده ان ديفرنت كانتريز ما بيتعالجوش من الهيباتيتس سي فايرال بيشنتس. تمام؟ وده كده تاريخ ليه ما كناش بنعالج او ايه اللي حصل. في التسعينات كانوا بيعالجوا فقط 7 ل 10 ملايين جاست بالانترفيرون، ومن 98 ظهر الهوايرن فدخل مع الانترفيرون، ومن 2001 بقى البيك انترفيرون ريجاردنج كلاسيك انترفيرون او البي سي دي بلس الهوايرن، ومن 2011 بدا يخش البيج انترفيرون مع الفايرن مع البروتيز انهبيتور. وطبعا في 2011 ما كانش لسه كان عندنا تحليلات زي عارفين في 3 ويفز من البروتيز انهبيتورز، ولسه هنتكلم في الستيج 1 او اللي بنسميه ذا ويف 1 اوف بروتيز انهبيتورز. تمام؟ وبعدين طبعا 2014 حصل بقى طفره لما طلعت بقى الانترفيرون في كومبينيشن بقت اكتر من 6 مليون. كانت ناس ما بتعالجش السبابين، لان احنا عارفين الانترفيرون كان ليه مشاكل جدا ريجاردنج الابيليتي والسايد افكتس والفيفر وفروع السيمتومز عند عدد من عدد مش بيشتريها، فالناس كانت بتخاف من الانترفيرون، وطبعا كان بيحتاج ادجستمنت جزء من الاحيان كان بيعمل كان سايكلين عند سايد افكتس، وفي فايرل طبعا وثروم سايكلين مهمه جدا، والفايرل طبعا والهيستوري بتاعت الانيميا. فعشان كده ما كانش الناس بتبقى مشجعه قوي ان احنا نعالج ديس بيشنز اللي هم واجهوا معظم البيشنز كانت نوت ديليتنج فور ديس دراجز، وبالذات ان انا عندي هاي انزنس اوف فيلر اند هاير انزنس اوف ريلاكس. طيب عشان نخش بقى هنبدا بقى في اول مرحله هنعمل سكريننج في الستاديز اللي ظهرت في هيباتيتس سي فايروس بيشن. اول ما بداوا كانت ويف 1 كان بتيلا في البير والبوسي في البير في تشيلد في هيباتيتس سي فايروس بيشنز، ودي تو ستاديز الستادي كانت مينلي على تيلا في البير، وواحد فيهم قعد 24 اسبوع يعني حوالي 6 شهور، والثاني قعد حوالي سنه. ولكن كانت مشكلتها ان الريسبونس ريت ساعتها كانت ريلاتيفلي سيف uncommon او non significant side effects، ولكن مشكلتها ان اللي قعد 24 اسبوع كان الريسبونس في حاجه اسمها اس بي ار، اس بي ار which is sustained viral response، ان انا بعمل البي سي ار بعد شهر واحد بعد اول شهر الي نيجاتيف، بعد ثلاث شهور الي نيجاتيف، وتابع after 6 months من the end of the treatment لما الاقيه
فهيقول لك الاس بي ار 12 ده رقم مهم جدا واس بي ار بعديه 36 اتس فيري امبورتنت 12 ده النيجاتيف لو وصلت لي 36 طبعا يبقى انا غالبا حصل كومبليت كيور وذ فيري جو انس اوف ليس ان ذيس بيشنت طبعا للاسف ما كانش لسه برضه بشكلها قوي 72 50 لكن حصلت طفره جميله ان احنا بعد ما كنا بنتكلم 35% من الريسبونس ريت بريفيسلي اتنقلنا مرحله 72 ل 65% وبعدين بعد كده بدانا نتكلم بقى في ويف 2 تو 3 ترايلز لما دخلت اهم استاد في تاريخ الهيماتولوجيا اللي هي اتش سي دي تارجت استاد دي كانت في 2015 وفي الحقيقه كانت سبرادي ستادز لما عرفوا العينين حطوا سيرا بروتوكولز حطوا السوبوسفوبير بلس البيج انتربيون بلس الريبوفايلين كان ار اذر ار سوبوسفوبير ريبوفايلين في ار ثانيه سوبوسفوبير بيج انتربيون سوبوسفوبير سيمي بريفير ريبوفايلين حط تشكيله وتوظيفه طبعا كان ان كنترول راندمايز راندمايز نوت بلايند دبل بلايند الترايل خالص كان عباره عن سبورادك فيز يجيب لك خمسه هياخد بدل سته سبعه لكن هي جاست ترايل وجدوا ان الريسبونس ريت عندنا سواء في العينين ان هم النون سيروتكس او السيروتكس في الكونزرفتيف اللي هم قال السي تي دي جي بار 30 او اللي هم اون دايس بيشنتس الريسبونس ريت كان بيتراوح من اب تو 80% في النون سيروتكس وفي السيروتكس قل شويه بقى حوالي 67% اب تو 95% ودي كانت المين سايد افكتس اللي ريكوردد في الاستادي الانيميا والريبوفايلين طبعا انتولرانس ريجاردنج الانيميا برضه ورقم ثلاثه كارديك سيلز فيتنج كان جاست ريكوردد ان وان بيشنت في حاجه حصلت ان حصل على 5% من الحالات حصل فيليشن اوف ذا كيدني فانكشن وايز ريجاردنج لكن النهارده بنتكلم انا مش هتكلم عن السي تي دي ولا ترانسبلانت انا بتكلم على سيرت انتري اللي هو الدايس بيشنت طبعا اوت اوف اور سكوب ولكن وجدوا جلوبال على الرغم من ذا بريزنس اوف سايد افكتس ولكن قالوا these drugs are safe efficacy and tolerability احنا بنيجي بنقيم علاج الهانزي فايروس هنركز على ثلاث كلمات سيفتي مهم جدا يعني ايه سيفتي؟ يعني ايه العيان ما يخشش مني في سيريا سايد افكتس تولربل ان العيان يقدر يتحمل الدواء في ثلاث شهور من غير بقى في معاناه شديده efficacy ان انا اوصل لسستيند فايرال ريسبونس لو انا فقدت 1 اوف 3 ارز يبقى انا معناها انا فقدت جزء مهم في علاج الفيروس بس عشان كده انت لما تيجي تشوف اي ستادي يعني الحمد لله في قصر عيني عاملين سيرفر ارم سيرفر ستاديز ودي المين ايشوز في التارجت بتاعنا اللي احنا بنركز عليها سيفتي تولرابيلتي اند افيكاسي وده هو دايما الكريتيزم اي ستادي ممكن تطلع في علاج نشاط السي فايروس طلعت بعديها سمول يو اس ستادي ودي كانت عباره عن هاف دوز سوبر سكولير بس سيمي بريفير سيمي بريفير هو مشهور في السوق اسم ذا اوديسي هي مشكلتنا كلها ايه؟ مشكلتنا ان السوبوسبولير از مين رينال سكريتد او كيدني سكريتد. بيقول لك ان بيحصل كميات افكت للسوبوسبولير وممكن تاخد منه سيريا سايد افكت عشان كده كل الناس بتخاف قوي في البروتوكولز اللي فيها سوبوسبولير فور ذا تشيتنج. فجم في السمول يو اس اي ستادي 1 منه 15 السمول سايد قال لك طب احنا ما نحط نص جرعه الاوريسيو. طب هنحط زي نص جرعه الاوريسيو عارفين نص الاوريسيو السوبوسبولير انا سوري اسف مش نص اوريسيو نص السوبوسبولير الاوريسيو هيتاخد الفول دوز بتاعته السوبوسبولير اللي هو زي ما بقول لكم الاتجاه. واحد عارف ان وشيش من عهد الشركات المصريه من طريق بتصنع لنا قرص يحتوي على 200 ملي جرام سوبوسبولير. قالوا احنا هندي 400 ملي جرام افري اذر دي. لان احنا ما كانش موجود 200 ملي جرام. وبعدين بعد كده قلنا لما الشركه تصنع هننزل 200 ملي جرام دي. فهم الصيدلية لما بدات بره بدات سيكويشن. بدأت في أول مجموعة عينين ادوا 400 ملي جرام افري اذر دي لغاية لما ادتهم الفكرة بتاعت أنا لما بدي هاي دوز وزود الانفنس في يوم الجرعة من السايد افكتس لأن هيبقى فيري هاي ليفل اوف الدراج وتاني يوم الدراج الطبيعي هينخفض جدا مستواه في الدم. فقال لك طب احنا ندي ستيدي دوز 200 ملي جرام. وطبعا زي ما شايفين الريسبونس ريت سواء في اللي خد 200 ملي جرام دي او 400 ملي جرام افري اذر دي سواء في الدياليسيس او نون دياليسيس بيشنز كان الريسبونس ريت يكسيد 85-90% of patients زي ما شايفين طبعا في النون دايس كان 3-3 وفي الدايس بيشنز كان 10-10 طبعا كلها البيري سيمون طبعا نمبر اوف بيشنز عشان كله خايف من السيفتي اوف ذا دراجز. طيب ايه بقى الفارماكو كينيتيك؟ قالوا ان احنا لما هندي العيان السوبر 100 ملي جرام لازم هنديه قبل الدايس بساعه طبعا عشان مش عايز يجوك الكبات يدوها في الدايس بست ساعات واربع ساعات وثلاث ساعات وساعتين وساعه وجدوا ان البيست ساعه واحده مشكلته انه هيخلي الليفر درايف اعلى من
اللي هو السطر الثاني سوري 28% وده الليز لو جيتوا بعد الدرس زي ما ناس كتير ممكن تبقى فاكره ان خايفه من هيبقى 60% طبعا والهاي سايد افكتس تمام. السوز بيبقى احنا برضه بنعمل استاد يعني بنعمل اللي بقى فيها صف فيها بقى 200 ملي جرام وانس بير دي لان لسه مفيش اي حاجه العالم كله بتقول ال 200 ملي جرام وانس بير دي ده نوع بيجا بالداتا اذا كان هيبقى الجزء الثقيل دي. ولكن لما هنستعمل ديس بروتوكول هنستعمل السوبر سكوبير بلس ويسيو 1 اور بيفور ذا سيشن ده فيري امبورتنت لان احنا هنتكلم في الاخر على البيت فورز في المانجمنت اوف ذا دراجز هاو وي كان بروسيد. زي ما اتفقنا ان ساعه طبعا هي افضل حاجه عندنا لكن بعديها بساعه طبعا فيري هاي ليفل دراج من سي اس سايد افكتس. طلع بعد كده في 12 2015 عن طريق ان هو الفزاريو قال لي سجو عامل معلش فكره سنه هو هيفيدنا في ايه 1 اور بيفور. 1 اور بيفور هي الفكره ان باث اوف ذيس بلاد ويز بي على ذلك. فانا عايز ان انا اقلل الانسنت اوف دراج. يعني انا لو قلته بعد الغسيل مستوى الدراج في الدم يبقى 60% 60% عن الطبيعي يعني يبقى الجرعه بتاعته 60% اوفر وات اي نيد فبالتالي هزود السيريا سايد افكتس. واخطر سيريا سايد افكتس هم عباره عن فور سايد افكتس. اما ان يحصل بروجريشن انتريشن اوف ذا كيدني فانكشن او ان يبقى العيان يبدا يبقى في عنده سيفير ماليزيا اند فتيج او ان العيان ممكن يبقى عنده انيميا واخيرا ان العيان يتولد من سيو كيس ممكن عندهم سيريس كارديك سايد. لما انا بدي 400 اور بيفور ادي 200 1 اور افتر ما هو ما حدش لسه عشان كده حضرتك في الجدول اه يعني هو افيلبل داتا نو افيلبل داتا عشان كده احنا بنعمل الموضوع ده. طبعا عشان كده احنا دلوقتي فعلا على شركه مصريه هتعمل لنا 200 ملي جرام في الدين ولسه ما نعرفش محدش عارف كل لسه قاسي القصه دي. اتمنى ان احنا ما يكونش حد سمعنا وبيسال بس انا عارف المحاضره دي في المنصوره هيسمعونا طيب فبالنسبه لزايكو ستادي قال لك لا ده كله عباره عن وهم كبير سيبوا في بيتي ذا سيف دراج انا هدي فول دوز 400 ملي جرام ديلي وفي يوم الجلسه قبل الغسيل تمام. ودول هم البيشنتس اختار تنتبه ليهم زي مين البيشنتس على الدرس سيشنز اون درس اسف وعدي 12% كان جاست سي كي دي جي فار اقل من 30 وكان الكونكلوجن ان العينين دول كانوا سيف توليريتد الفيكس سراب. فقال لا انتوا يا جماعه الناس واهمين انتوا في وهم كبير انا حتى لو اديت العيان الفول دوز زي العيان العادي خالص ديلي انا برضه هبقى سيف او هيبريد سي في لارج بيس تريتمنت. لكن المشكله طبعا ما اقدرش احط جايد لاينز تصير تتعمل على 27 عيان ما اقدرش ابدا انا اسف 17 عيان اسف 17 عيان ما اقدرش ابدا احط ستادي على 17 عيان جزء سيروتيك جزء نان سيروتيك طبعا ما ينفعش احط جايد لاينز فلا زالت هذه الستادي محتاجه بري فاليديتد باي لارج طبعا راندمايز دبل بلايند كنترول ستادز. جه بعد كده بقى الاوستيريا اكسبريس قالت انتوا ليه ماسكين قوي في السوبر سبير بس واللي يبقى هايبر. طبعا هندخل اذر بلايرز ممكن نحط التكلات سبير او ليكس سبير او اذر درايفز ونحط سبير كومبريشن زي ما احنا شايفين تمام. كانت كلها عباره عن سبوريك بيشنس. تخيل ان 10 عيانين فقط كانوا على دالس بيشنس وال10 دولت واخد من كل انه احنا طبعا انا واثنين طبعا شغل طبعا فاضي وكلام فاضي. وحتى لما في احد المهم الناس بتتكلم عن ترانسبلانت كانت الصالحه حديثه جدا بس انا مش طبعا مش موضوع النهارده 20 عيان بسبير بروتوكولز وكل واحد جينو تايبس وكل واحد ايه؟ مد الراجل اثنين ثلاث عيال طبعا ما اقدرش ابدا احط جايد لاينز فورد كلاف. اتمنى برضه ان احنا في مصر بلد الوقت سي بعد الجينو تايب فوق ان احنا نكون لنا الصف في هذه القصه وان شاء الله نقعد مع الدكتور عشان في كده بروتوكول نركز مع بعض ان شاء الله. تمام. جه بعد كده قال لك بقى ده هو بقى السحر روبي ستادي او روبي وان ستادي. روبي وان ستادي عباره عن كومبينيشنز من تري دراجز اللي هو البوكي تسفير والبريتاكليفير والريتونا فير. ديز دراجز استعملوها بره فور سي ويكس 3 مانس ام سوري انتوا جينو تايب 1 اي معاهم بيبقى فايتر 200 ملي جرام في الدين والعيالين اللي هم جينو تايب 1 بي ادوهم وداوت بيبقى فايتر. هسالكم سؤال احنا لما دايما بنقارن بالعربيه بنقارن ويتش جينو تايب اند ويتش تايب اوف جينو تايب صح؟ حد فيكم معايا؟ 1 ويتش تايب؟ 1 بي. احنا كل الستارز عملت ماسك كانت اكسترا بوليتد ذيس از فيري امبورتنت احنا بنبقى اكسترا بوليتد
من دينو تايب تايب 1 اند 1 بي دول هم اقرب فصيل لينا ريجاردنج ذا ريسبونس. حتى احنا لما بتحط في الجايد لاينز بتحطوا لك دايما جين تايب 1 ايه بتحط لك جايد لاينز في ايسر ريسيبي واحنا هنتحط مع جين تايب 1 بي. المهم وجدوا ان الاستادي دي كانت لما خدوا طبعا العيانين زي ما احنا شايفين كانت على عدد برضه قليل من العيانين، ولكن في الاخر وجدوا ان الاستادي بتاعتنا دي كان جاي ريسبونس ريت عالي جدا. الريسبونس ريت كان بيقترب من 100% يمكن جاست 1 ريلابس. وطبعا بخش في اخر تو كولرز اللي هم التو ترانسبلانت الترانسبلانتيشن سواء كومبايند او سنجل اور ترانسبلانتيشن. ولكن في الاخر لما نتكلم كان عندنا في عندنا اس دي ار ريتشنج 100% وفيها هو ذا هايست دراج وذ هايست ريسبونس اول اوفر ذا بلايس. تمام؟ وجد ان ذيس دراج او ذيس كومبينيشن كان فيري هاي سي في اند دي في طلعوا الان وذ هاي ديفيز. جه بعد كده مش هنخش في الصاد دي ده كان سبير مع تسونا كريبير مع كيفنا كريبير عشان بس مش موجوده في مصر عندنا، ولكن ذيس كومبينيشن از فيري هوبفول وجايب نتيجه كويسه جدا اند تو ريتش في الان دي سي في ديزيز اون رينا فيبر. نيجي بقى للدراج اللي الناس اللي قعدت تطلب مستنيينه اللي هو دخل في في العالم كله از فيرست تريتمنت في جايد لاينز اللي هو فيرازو كريبير بلس ايباسفير اللي هو اسمه في السوق هو لسه ما نزلش مصر اسمه زيبادلوفير. زيبادلوفير ده هو دراج حالا هو دخل في الموست ريسنت في برشلونه في ابريل 2016 في الفيرست جايد لاينز هو ده اللي دخل. وفي الابجريد بتاع الاس ال دي 2015 في 2016 ده ديس دراج تشويس للاسف لسه ما نزلش مصر. ده اتعمل عليه فيلم عليه اتعمل حوالي 224 عيان وجد ان هو طبعا مش هخش في تفاصيل الصبي وجد ان هو فيري هاي از فيري هاي سيف دراج and very well tolerated with response rate exceeding حتى البليبو بيوصل 100% أداء في الستادي. فطبعا فديز I think this will be the treatment of choice in our country. نيجي بقى احنا غلابه في مصر عندنا نيجي نشوف how we can proceed in our study. دي هي الستادي اللي احنا نشرناها كانت طبعا اقل واحد فيهم طبعا كلهم طبعا على موقف كده في مصر عزيزي الاعزاء واتكلمنا فيها عن الايجيبشن برسبكتيف وهي تحولت الى الجايد لاينز المصريه. احنا لما نيجي نيفالويت ده ما هنخش بقى في كلام البراكتيكال اللي ممكن انتوا كان الفتره اللي فاتت كله كان عباره عن فكره فقط عشان نفهم العالم ماشي ازاي حوالينا. اول حاجه لما اجي بقيم عيان واقول لهم بقى ازاي هنمشي ان براكتيكال ستيبس اللي عايزين تبقى واضح عشان يو كان ابلاي اول اوف يو ديز. اول حاجه ده ستيج اوف ليفر ديزيز رقم 2 استيميت جي اف ار واحنا اخترنا الام دي ار والنيتشر سيفيرتي اوف اكسترا فاتيك مانيفستيشنز والبريزنس اوف كوموربيد كونديشنز طبعا الدراج ريتد مانيفستيشنز واخيرا بريفيس انتي فايرال تريتمنت سواء في الانترفيرون او خد بريفيس سوبر فايرال وحصل فيلر فور التريتمنت. ستيج اوف ليفر ديزيز لازم اول حاجه اسس الفايبروزس. الفايبروزس الصح قوي الفايبروس كان لكن الفايبروس كان للاسف سام تايمز اكسبنسيف مش ابليكابل لما اجي اعمل ماس تريتمنت طبعا بالنسبه لعينينا. فعملوا مكان الايكويشن الشهيره اللي هي الاف اي تي 4 فور اسسمنت اوف فايبروزس. رقم اثنين ان انا لازم اعمل اسسمنت فور واحنا اخترنا في مصر في الجايد لاينز احنا اخترنا الايكويشن اف اي تي 4. رقم اثنين كومبنسيشن اوف اتش اوف هيباتو سي فانكشن اكوردنج تو تشايلد اند ميد اند ميد سكورز واحنا في مصر خدنا التشايلد سكور ان احنا نشتغل. طبعا جي اف ار طبعا احنا في الستيج خلاص كله طبعا هيبقى جي اف ار طبعا خلاص اقل من 10 ولكن لو بنتكلم في السي تي دي هيبقى اقل من كده اكتر من كده. طبعا في عندي نيتشر اند ستيريو فول ديزيز في بقى كومبينيت انديكيشنز لو عيان ترانسبلانت جاله اتش دي او لو عيان على الويتنج ليست او ترانسبلانتيشن. لكن يا جماعه لو العيان ده عنده فيري سبيشال اند بريشس دونر وما يقدرش يستنى ممكن اي كان جو فور ترانسبلانتيشن وعالي اتش دي بعديها. تمام بس طبعا مش ده المستحب. المستحب ان انا عالي اول وبعدين اسمع. طبعا زي ما قلنا البيشنت ده بتوع النهارده اللي هم قريبين لاكيمو يعني سبيشنز دول اساتذه طبعا كلهم تعالجوا ان اور بيشنز. تمام. طبعا لو عيان حتى على دايس بلاك دي نوفو اتش سي دي انفكشن وبعد 12 اسبوع 12 بس 12 اسبوع يعني في انستنس ان يحصل سبونتينيوس ريميشن 25%. لو بعد 12 اسبوع ده بقى تعديل جديد يعني الثلاث شهور العيان ستيل بي سي ار از بوستيف اي شود جو فور تريتمنت ما استناش عشان اعالجه بدري بدري احسن للعيان لما يبقى كرونيك اتش سي دي ما نعالجه بسرعه قبل ما العيان يعمل اي كومبليكيشن من الاتش سي دي.
طبعا لو عيان ده بتاع حساب بعد النكلاوز سبونتينس ريميشن ده يس يبقى دي صار نيجاتيف الاتش سي دي عندي بس واسطه هو دايما دايما الاتش سي دي انتي او العيان سواء انسكشن او اميون هيبقى البادي عمره الانتي هو عمره ما هيروح نيفيل سبيشال سيتويشن هل انرجي وصار هتتعامل مع الام كيو لا انا بشتغل في سي ار ما بيصير زي كده لكن شغلي خاص هو جاله عيان وعين هو بقى ميون لا بس الاتش سي دي هو مظبوط انا يبقى انا برضه هلاقي الاتش سي دي بادي بس هو مشكله السي ار بيكون غير ممكن السي ار يقل ممكن يقل الدايلسس والفايروس موجود بس السي ار ممكن ما اعرفش اعمل الشيكشن ما هو حتى لو قال طبعا هو الحل الامثل في اتي 50 مراجعه 50 شاشه بيثير مهم جدا هسالك هل بي سي ار نيجاتيف معناه ان ما عنديش بلايت سي ماكس؟ ايه رايك؟ يس يس وات اند وات يو ايفيدنس؟ ال PCR نيجاتيف لا يعني ان انا I have lost the virus لان في entity مهمة جدا طلع لك السنة اسمها Open Hepatitis C virus بيتشخص زي Open Hepatitis C virus بيتشخص Open Hepatitis C virus yes ان انا لقي PCR Hepatitis C virus antibody positive PCR is negative واخد من ال tissue biopsy تمام ولاقيه positive في بقى حاجة احلى من كده كمان new technique بدأ يجيبهم حتى مش عايز اخد tissue biopsy from the macrophage اخد الماكروفيجز واعمل بروسيسنج واقيس بالبي سي ار انسايد الماكروفيج اريه بوزيتيف ده معناه وده بقى احسن دلوقتي يعني دلوقتي العالم دلوقتي كان في مؤتمر مهم جدا في فرنسا في 2015 واعتبر دي القصه ان ذا بيست واي تو تيك ذا اوبر مش هو كل مره اروح محرم العيان واخد بيرسي فروم هيز ليفر والقفل ده كمان كان في حته بقى العيان كان عنده مثلا ايه البي سي ار بتاعه العيان النهارده مسوي 2 ولا 3 ممكن عنده فورست ميدنج لا ده ممكن اخد بلاد سامبل واخد الماكروفيجز واديك فيها البي سي ار وده يبقى ذا بيست ايشو وكان ذا ايفيدنس مش خش بقى حته صعبه اصعب كله مش حته صعبه هو قالوا ان في عيانين بعد ما بنعالج الهيبتايت سي فيروس ويبقى عندي اس بي ار بعد ست شهور من علاج الفيروس يحصل في سي كي دي بيشنتس يجي لهم ميزان الكابيلا جين وكرايموسكاتس قال لك العيانين دول تفسيرهم ايه؟ قال لك العيانين دول تفسيرهم حاجه من اثنين اما اوبن يعني عادة لما العيان بتاعنا ودي الجايد لاينز خد علاج ست شهور بعديه بي سي ار نيجاتيف بناخد المواضيع حتى في الايزوليشن هناخد المواضيع بي سيمبل اند نايف ان خلاص هنعتبره نيجاتيف لان البي سي ار جوه التويف متقاس على مستوى البي سي ار محتاج بيرس وخزين تقيس وده مش في مصر غير لو حد هيعمل ريسيرش معين ممكن طبعا يقيسه فطبعا وحتى في العالم كله بيعتبر البي سي ار نيجاتيف 6 مانثس بعد نهايه تريتمنت خلاص انا كده كيورد فروم ذا فايروس لكن ان سبيشال سيتويشن ان سبيشال سيتويشن لو حصل ان انا لقيت عندها فيديو اكسترا هيباتيك ريسيشنز جا واحد جاله كرايو ارثرايتس جاله كرايو ارثرايتس جاله ادفاسكي فاللي اوف سي ان اس مانيفستيشنز وخدت تشو بيوبسي لقيت ان في كرايو يبقى ده عنده اوكل بس 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 ان هو يكون بقى عنده القصه اللي وصفها سايت في سنه 5 بتاعت العالم كله ان انا ممكن اي هاف ذا ميموريال سيلز يعني صحيح انا قضيت على الفيروس ولكن هل حتى بعد ما انا قضيت على الفيروس معناها ان انا مش هيجي لي الروج ريسبونس والاكسترا فاليو مانيفستيشنز ده كان سؤال محال كل لغايه لما كان في سيشن كامله في فرنسا في سبتمبر 2015 وصلت هذه القصه قالت لا ده انا ممكن اموت الفيروس وماليش اوكل اس ار في البلد والفيروس سوداني كيور ويجي لي اكسترا فاليو مانيفستيشنز بيكوز اي وي هاف ان روج ريسبونس من بريفيس انتي بايز معموله ودي انتي بايز هي اللي تعمل ده ديزيز على الرغم ان انا ايوه ولكن طبعا غالبا لما انت بتخلص على الفيروس يعملوا اديكيشن بتقل قوي الاسنس الفرص اللي ممكن يجيله ايه اللي طبعا تعدي سيكوين اللي بغاس الفيروس طبعا اي عن كرايو انيميا ده برضه نفس القصه انا محتاج ان انا طبعا اعالجه طبعا بمستويات المتاسسه طبعا في بقى فيتشر انديكيشنز العيان عنده تايب 2 دايابيتس كوبير تي دار طاقه الروتين الفتيك طبعا بوليا تاسم بوليا تاسم موزا باسكولايتس نون هوجن ليمفوماس وطبعا هذا ليمفوسيت وبالمناسبه الهوجن ليمفوما لسه داخله
في الجايد لاينز بس مش كده عندي الاوتو ايميون ثرومبوسايتوبينيا كرونيك ارثرايتس ارثرايتولوجي او اي عيان عندي لوس فور بوست ريوماتويد فاكتور انتي سي سي بي بس وذ نيجاتيف بروجلوبين انا هيكونسيدر لو عنده سيمتومز ان هو كراي. مش هخش في التفاصيل دي لان ده عارفين كان حصل ثوره في 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 الدايجنوزس في الكرايو في تو بيبرز مهم جدا اتنشر في اليو انجلز 2012 2013 غيروا خريطه تشخيص الكرايو حطوا سيمتومز وحطوا ساينس وحطوا سكورنج سيستم واكتشفوا ان انا فقط لو جيت بلوسي 3 والبوست بروتوكول فاكتور ان ذا اكسس اوف كرايو حتى لو تعمل البيست هاند البيست تكنيك لان انا بيطلع فولس نيجاتيف عشان الكوزي نفسه ما بقاش قافل يبقى اي هاف اي شو تريتد از طبعا باسكلايتس او كرايو باسكلايتس طبعا بالكثير بقى مش هتخش في طبعا لو عندي اي كوربت كونديشنز زي الكو انفكشن ويز دي اتش اي في طبعا انت لازم عايز عارفه مع الاتش اي في او مع الاتش اي طبعا مهم جدا في سايت في الانترنت هتخش عن حاجه اسمها دراج تشيكر فور دراجز يوز ان سيبس هتخش على السايت ده دي السايت اي دراج لا لما تيجي تاخد بقى الطريق العام بتاعك لازم تشوفه بيفضل ازاي بياخد ستاتين بياخد كوردرون وبقى اشهر يا جماعه كومبيتيشن حصل هو معسوس ليه هو الكوردرون الشهر عندي ابيست بياخد كوردرون يجيله ماركت ميديكاليا يعني بيومنت الاكشن كوردرون والعيال بيجيله في ابيست فلما اخش الاقي طبعا في الدراج تشيكر في الاكشن بتفيد الدراجز لازم اخد بروتوكول تاني عالي بيه او احاول اقول ذيس دراجز او ادجست دوس عشان اهرب من السايد افكتس دونت بيس ذا دراج تشيكر واخيرا لو العيان عنده بيبس فيلر سواء تربيرا او ادر دي اي جي طبعا مش مش التفاصيل لو انا اديت اساسيت باسبير او سيمي بريفير وحصل فيلر تشيكر هعمل ايه؟ لان دي ليها بقى تشارت من بره هذه الفاس الحته دي ادفانس مش هتكلم فيها علشان بس النهارده جايين نعرف البيزكس اوف اور ثيرابي تمام طيب احنا طبعا يجي بقى احنا بقى هنبلاي ازاي في حياتنا احنا بالنسبه لنا طبعا ده اساس كله هيتعالج مش هنتكلم في القصه دي لكن كل واحد فيكم لما يجي يعالج اي عالج هباتيتس سي فيروس يتعالج اول حاجه زي ما قلنا في الاول هيعمل تشيكينج فور ذا ليفر افكشن الليفر افكشن لازم نشوف التشايلد هل هو تشايلد ايه ولا تشايلد بي او سي احنا عندنا عشان اريحكم نعمل تشايلد اي معامله والبي سي والبي اسف تشايلد اي معامله والبي سي نفس المعامله عشان تفهموا طبعا هنا الاي بياخد 5 ل 6 نقط البي من 7 ل 9 السي من 10 عشان احنا سينا 6 فما اقل ده اي فوق 6 دي او زيد في بقى اللي مهتم قوي يشوف الانكيمولوجي من الاسايس واليون البوم والاي ان ار اللي مهتم طبعا هيبقى عارف السكول سيستم طبعا بتاعهم واللي يحب يشيل مخه في حاجه اسمها كالكوليتورز ده الكالكوليتور يروح داخل جاست يحط المعلومات هو الاسايس عنده كذا البلوج كذا القلب كذا البي سي ار كذا يروح واحط له ويتش سكور يبقى انا من اول عارف انا تشايلد ايه ولا دي ولا سي السكند ايشو لازم يبقى انا كده قلت الديجري اوف كومبنسيشن اوف ذا ليفر سيل فيلير الايشو الثاني ان انا لازم احدد الديجري اوف فايبروسس بتاع ليفر سيل فيلير الفايبروس كان مش افيلبل هنستعين عنه بالاف بالاف اي بي 4 ولكن لازم عارفين ان هم مش 100% ولكن لما بعالج بالك ماس او لارج سكيل هعتمد عليه بيعتمد على اربع معلومات الايج والاي اس تي والديد كاونت والاي اي تي دي للغاوي المعدات ده دي المعادله بتاعتنا بتاعت الاف اي بي 4 ازاي نكسبها ولكن احنا ما بنحبش المعدات في حاجه اسمها اف اي بي 4 كالكوليتور هتخش تحط اربع معلومات الايج والاي اس تي والاي تي والديت كاونت بس جاست كيلينج ذا سبيس هو عطيه راح حاسب لك ايه؟ حاسب لك الديجري اوف فايبروز وعندك طبعا السيفس بوينت هي 1.45 او اقل ده بنكمل احنا بالنسبه لنا بنعتمد اف 0 نو فايبروز اف 1 و2 ده عباره عن ال فايبروز لما بنتكلم في اف 4 و5 ده ادفانس فايبروز يبقى انا لازم اعرف ثلاث حاجات اف 0 ال فايبروزس اف 1 و2 اسف اف 0 فايبروزس اف 1 ال فايبروزس 3 و4 ليه فايبروزس يبقى انا رقم واحد في الدالاس بيشنس ما يهمنيش ال دي ار هو كده كده خلاص ال دي جي نفس الجي ار رقم 2 هشوف التشايلد سكيل بتاعي رقم 3 ان انا هشوف الاف اي بي 4 يبقى انا كده حددت الستيج بتاع الكيدني ديزيز طبعا انت زي ده ليه ستيج وحددت الستيج بتاع الليفر سيروزس الجاردن فانكشن التشايلد
كلاسيفيكيشن واكوردنج للفايبوزس بالايه؟ بالاف اي بي 4 ايكويشن. يبقى انا كده حطيت المعادله بتاعتي مع بعض. نيجي بقى نشوف البيبر اللي احنا نشرناه. انا هخش في المربع الخارجي عشان ده النهارده موضوع النهارده اللي هو الداياليسيس. هقسمهم لنو سيروزس، كومبانسيتد سيروزس، دي كومبانسيتد سيروزس. كويس؟ عشان نبقى فاهمين المجمل الفيرست بروتوكول في النو سيروزس والكومبانسيتد سيروزس هو الكريم. اما في الدي كومبانسيتد سيروزس هو عباره عن التكله التكلاسفير مع السوس موبير. طبعا هنتكلم في الحاجتين هنا وهنا الروايه عشان ده قصه لوحدها. يبقى انا كده عشان ما نخش من بعض. يبقى انا بتكلم الفيرست بروتوكول نو سيروز او كومبانسيتد كيوريمو. الدي كومبانسيتد طيب عشان استعمل الكيوريمو محتاج شرطين. بتكلم في تشايلد ايه؟ لو هو كومبانسيتد سيروز دي او سي بره الكيوريمو. وده بيتفهم جدا مفيش حد شفتها كتير جدا يجي حد ايه فرحان تشايلد بي يروح كاتب له كيو العيان يجي له وشيء تاني هو بيعمل ديوريشن اوف ذا ليفر فانكشنز يجي العيان يدخله في اكشن فارمنتايتس او دي كومبريس ليفر سيفير يبقى انا اذيت العيان بنفسي. والحاجه الثانيه انا هشوف الديجري اوف اسكيب. انا ما بعالجش بالكريم والثلاث حاجات اف 0 اف 1 اف 2 اف 3 4 بره لعبت. يبقى انا محتاج تشايلد ايه واف 0 واف 1 واف 2 بره كده انا اوت اوف ذا بريم. القصه وصلت لي بقى القصه مش بقى من دول تيز. انا النهارده هبدا باللي هم العينين اللي هم النو سيروزس او الكومبوسيتد سيروزس. هدي الكيمو بلس ريبابايون وطبعا تحت عندي الايفيدنس بتاعي ويتش سايز. لو العيان ده دي كومبوسيتد زي ما اتفقنا هروح مدي الداكله سوس كوبي. طيب نيجي نشوف بقى افرض البروتوكول 1 مش موجود عندي. ايه الالترناتيف؟ الالترناتيف لو هو نو سيروزس او كومبوسيتد سيروزس هدي احنا في مصر قررنا هندي عشان في السيفر سايد هندي هاف دوز الاوليسيو اسف هاف دوز سوبر سبير بلس اوليسيو اللي هو السيمي في البيت. طبعا لغايه لما ينزل 200 هنستعمل 400 افري اذر دي قبل الغسيل ساعه. لما ينزل ان شاء الله هنستعمل 200 ملي جرام دي. كويس كده؟ ولكن تيك كير ان لما استعمل اسم دوكول الكريم استعملته مع ريفايرن اسم دوكول ده بيك فور هيجي ورايا في بيك فورس مش هنستعمل ريفايرن. يبقى انا ممنوع اشوف حد بيستعمل معاهم ريبابايلين. لما استعمل البروتوكول بتاع السيمي فيرير راس راندي وداوت ريبابايلين. وهنا بقى فيري امبورتنت اول ريجنز في ريسنت دراجز ار يوزد وذ ريبابايلين ابارت من تو ريجنز. ده ريجن منهم اللي هو الميس يوز فيرير او الريجن الجديد هيطلع اللي هو اللي قلنا عليه اللي هو هيبقى زيماتيك. دول ما همش ريفايرن خالص لكن هستعمل الهارد لازم معاه ريفايرن. هستعمل الدجلاتا يبقى معاه ريفايرن. هستعمل الكريم هيبقى معاه ريفايرن. هنا ذير از نو ريفايرن. طبعا بالنسبه للدي كومبانسيتد ما عنديش اوتيلت بروتوكول. لا دخله لا مفيش. فانت عشان تريح مخك هو الدخله مفيش حاجه غير الدخله. مفيش اي اللي قلنا هعالج بحاجه ثانيه مفيش. غير بقى الحل التالت الحل الاخير ان لو هو عنده راح بعد كده فور ليفر انتيجوني كفرانس بطش تمام. طيب هل في اوردينا بروتوكول؟ لا مفيش. يعني انا عندي تو بروتوكولز اونلي الايجيبشن جايد لاينز للعلاج الكومبانسيتيف نو سيروز اسيد نو سيروزس او الكومبانسيتيف. رقم واحد كريمو ورقم اثنين اوليسيو سوبر سوبر. مفيش عندي قلت لك بروتوكول. لكن احنا في القصر العيني اللي قاعد بيستايل دلوقتي هنيجي بس فيها هو هارموني واعتقد ان هو اكورد فاينل هيلث هيبقى هيخش مكان اوليسيو هيبقى هو السكند بروتوكول وليدي هيخش هيتراجع من كذا من مركز بس احنا خلينا في الكلام اللي هتلاقي مش هنزل احد لسه. يبقى احنا بنتكلم تو بروتوكولز اونلي رقم 1 كريمو نمبر 2 ايه؟ اللي في الحاضر في الكي كومبانسيتد داخله ومفيش اي بديل ان انا اخش في حاجه ايه غير الدكتور. طيب انا مش هخش نيجي بقى بالنسبه للريبابايلين. ايه دور الريبابايلين؟ احنا خلاص عرفنا هنبدا ازاي. ايه بقى دور الريبابايلين في الديسك؟ الريبابايلين لما هدي الريبابايلين في ال سوري
تمام. طبعا الموبايل يا جماعه الرول بتاعنا مهم جدا، انا في حته بس ما قلتهاش في الاول. الرول بتاعي في الاول خالص ان انا في كده حاجات ما ينفعش اعملها. ما ينفعش ابدا التريتمنت لو انا عندي الليفر انزيمز مور ذان 10 فولدز. لو انا في عندي البيومن اكتر من 3. لو انا في عندي البليفر كاونت اقل من 50,000. مهم جدا يا جماعه اي حد فيكم ودي وانا ممكن اجيب فولدز دي ولا اجيب فولدز. ان اي فيميل في الشايلد بيري بيريود لازم يا جماعه نعملها بريجنسي تيست الاول. طب ميزي ودي حاطينها في الايجيبشن كات لاينز. بريجنسي تيست لو طلعت بريجنت نو واي خلاص كله تقريبا فاهم. اللي كان مكتوب في الموبايل ده ابسكوت كونفيجريشن جميع الدرايف الريفايل ابسكوت كونفيجريشن جميع الدرايف نو افيلابل داتا. وبالتالي بالنسبه لنا احنا في العالم كله نو افيلابل داتا ما حدش جرب قبل كده. ليه دي جرب؟ انا عملت افيري طرف ريسيرش ما حدش حاول يستعمل درايف في بريجنت في مين. وبالتالي ما حدش حاول يستعمل جرب لنا في ابسولوت كونفيجريشن. كيس الجرايف 2015 كان الموبايل ده ابسولوت كونفيجريشن استعملوه وجد ان هو وكان سيبول هارد. للاسف ما جربوش. وبالتالي ما لما ما جربوش مين فينا هيجيله الجرأه انه يجيب بريجا فيل ويبقى فيها يعني هيعمل فيها نفسه شجاع ويدي يعني دواء ما نعرفش السايد افكتس طبعا ابسط كنت مفيش. فعشان كده ديس ار بي فوت فيري امبورتنت. طيب حضرتك بس اعملهم تاني اللي هي الحاجات البسيطه اللي هي البيرون اكتر من ثلاثه ما ياخدش دايركت انتي فايرال. ما ياخدش دايركت انتي فايرال. الليفر انزايم اكتر من 10 اضعاف. ايه؟ 10 اضعاف يعني 10 اضعاف يعني الاخر ايه؟ 1300 يعني حسب بتاعت الشركه كانت بيبيع. هم قللوا الارقام يعني 140 نزل 30 و6 اضعاف في اول بس انت تحسب الدونت اليونت بير مليتر تحسب الاوبريشن بير مليتر. اذا بس تقول ان في عندي ليفل في الثلاثينات وفي عندي ليفل ثاني بيشتغل في حاجه 40 45 فحسب الاوبريشن يونت اللي انا شغال فيها تضعف عشان لو الثلاثينات تبقى حوالي 300 شويه ولو حتى ولو حرمت بال 45 تبقى 54 شويه. والبيت كاونت اقل من 50,000 المهمين اقل من 9 لازم اول ان انا في الدرجه جايد لاينز كانوا واخدين من 10 احنا نزلنا ليها 9 عشان طبعا يبقى الموضوع على فكره بدلنا يبقى 9 اصلح الاول 100 وبعدين بعد كده ممكن اي كان بوست. فلما نيجي نتكلم في العين اللي هو الدياليسيس سواء السيروزس او نون سيروزس تمام هنا هدي 200 ملي جرام بير دي. طبعا في السي دي 200 ملي جرام دي الدايسس هيبقى 200 ملي جرام افري اذر دي واتاخد امتى؟ اربع ساعات قبل الغسيل. فيري امبورتنت اربع ساعات قبل الغسيل دي ما فيهاش ظلم. فدايما الواحد اللي بيكتب الدواء يكتب الدواء يكتب واحده يكتب كم مره يكتب وضعه ايه بالنسبه للغسيل في الدايسس مش بتاعه. طيب هنديله كام اسبوع؟ هندي 12 اسبوع. بصفة عامة. ولكن بالنسبة لما نحدد بقى اكتر يعني 12 اسبوع ده لحد الاقل في العينين اللي هم ديبابايل ده اي عين هاخد ديبابايل فقط فور 12 ويكس اللي هو اللي قبليها يبقى ديبابايل هدي مده كام؟ طيب اللي حصل ايه تولابيلتي فور الموبايل؟ لو حصل ديبابايل في العين اللي هو نو سيروزس هديله هدي العلاج 12 اسبوع بس يعني 3 شهور. العالي اللي هو سواء كومبوسيتد سيروز سواء مع الكلين او مع التاكل السوسوس دير مش قادر ادي الموبايل العلاج هيبقى 6 شهور. وده بقى فيري كورن. حد مره سالني سؤال قال لي يا دكتور انت بتركز لي عليها انا ليه اقعد احسب الفايبرز كام؟ وليه اقعد احسب التشايلد؟ لما اي عين تشايلد ايه؟ اديله كلهم كيوريهم الموبايل. اقول لا خد بالك لو هو نو سيروز التشايلد ايه؟ وكان مفيش تولابيلتي للبابايلن هيكمل لك 3 شهور فقط. لكن لو تشايلد ايه يعني ايرلي سيروز او كومبوزيت سيروزس هيبقى 6 شهور. فعشان كده بقت قيمه ان انا احسب الاف اي بي 4 وبعد كده اخاف احط التشايلد. لا ده هيحدد لي في العين اللي هو مفيش تولابيلتي للبابايلن اذا كنت هدي لو نو سيروزس يعني اف 0 3 شهور بس من غير البابايلن. لكن لو العين ده اف 1 او 2 وتشايلد ايه طبعا يبقى عندها هيكمل من غير 6 شهور. طب نزل ده اللي بيشوف اروح ستيكس عينين بيدو يبقوا يشيل الموبايل وروح يديه 3 شهور والكريمو 3 شهور. ست اخطاء كتيره جدا من بتوع الكابل اللي بتفتكوا او بعض الدكاتره كده نعم بنعمل دي الصح
هو مش صح، صح معادلته 4 اسابيع وبعدين بعد 12 وبعدين بعديها 6 شهور. احنا عاده عشان الفاينانشال اسبيكت في مصر بنعمل قد ايه لازم 12 اسبوع وبنعمل بعديها 6 شهور. نفس الدوريشن يس تمام. لا طبعا في ناس انكشس واحد جميل للبي سي بي سي كل اسبوعين ده كده يا جماعه ريجاردنج البريفاي. البريفاي عشان نلخص الدارس فيش كده نطلع ده نشوف شويه الاذر كاتيجوريز. 200 ملي جرام بعد كل اسف ايام الغسيل 4 ساعات قبل الغسيل. الريفاي مدته 12 اسبوع فقط مش حاجه اسمها ريفاي 24 اسبوع ده عارف. لكن لو شعر ادي مايل عشان في تولرنتي او في سايد افكت زي الانيميا او خلافه يبقى ساعتها في النوسيلوزيس 12 اسبوع الريجيم بتاعي لو اف 1 او اف 2 مع شايلد ايه هيبقى كام؟ 24 اسبوع. ولو ادتها سوسبوفير مش هقدر استعمل فيروس من 3 شهور يبقى تحول ايه؟ الى 6 شهور. واضح القصه دي؟ طبعا مهم جدا اخذها هنا باللحظه افويد كيريفو في تشايلد بي وسي. شفنا بتوع كابت وشفنا بتوع كده فرحانين بالدواء كيريفو والشركات عندها دعايه قويه والسعر بعد ما كان بره نص مليون عاد ينزل ينزل ب 3000 جنيه فرحانين ان السعر رخيص على 3 شهور. انت اللي تقول كم عيان كيريفو؟ وانا ما بحبش ايه السايد افكتس اللي حصلتهم؟ لان بعض الناس بعد الترانسبلانتيشن سنتين سيفير فورتي وحاجات زي كده. طيب انا هرد في الفرصه دي عشان في جزئين. بعد الترانسبلانتيشن احنا لما حطينا الجايد لاينز حطينا في الجايد لاينز اول دراج بالنسبه لنا هو الهيليك اسبيك. ده مش موجود في مصر او لسه سنه حاطينه بس يليه الداتا. ليه؟ عشان الدراج تبقى في الاكشن. وجدوا ان انا لما بدي دراج تبقى في الاكشن اي شوت مع الكلينيك واي شوت ريديوس لدوز اوف سايكوسبورن ل 20%. يعني السايكوسبورن عندي مثلا بياخد مثلا هدي مثلا رقم طبعا هدي رقم مش ابليكابل نفترض 100 ياخد 20 طبعا هقول هدي 25 والتكرولي بس نص ملي جرام نص ملي جرام. فبالتالي وقع وعند فيبر فول اب انك لازم تعمل ويكلي فول اب اوف ذا دوز وممكن لو الدوز بتاعتك لقيت ان حصل اوفر شوتنج تري ادجاست دوز فور مور. طبعا في يعني في حالات قابلتنا ان البروجرام في الحقيقه وده اللي خلانا ما نحطش جايد لاينز انك انت بتدي نص ملي جرام مش طبعا كده الجايد لاينز 12 ساعه لما هتمتع بدي وانس بير داي وتلاقي اللي بتاعه شاي يوصل التكرمس 15. عشان كده احنا في الجايد لاينز لما حطينا قلنا لا قلنا لا خلاص ده في كل يعني بص البريزنت هنا هنا الكل هيشوف ده ترانسبلانت تمام. احنا حطينا ايه البروتوكول زي ما اتفقنا ان هو ليدي سباس ليدي سباس ليه والتاكلس ليه يوز كوشس والبروتوكول ايه اللي هو الكيو اي. البروتوكول ايه هو الكيو اي بالنسبه لك؟ تعال نوصل وانس في الويك. بص بقى الفكره كلها طبعا انت برضه بتبقى انتر ذا ليفل هتقيسه كل قد ايه؟ يعني انا ايه اللي يخليني سمير ان انا ازن نفسي في هذه الحته؟ يعني اقعد بقيس كل قد ايه؟ هدي وانس بس يبقى احنا بكم صوتنا صوتك اللي هو التاكله سيدي بس بير نهارني الداجلاس بير وكريمو في الجيري سبيشال سيتويشنز اندر فيري اكسبرت لان انا ما اعرفش استعمله في ناس بير ولا دكتور سي تشاي بس انا استعمله فبالتالي وي شود افويد الكيوريفو. نيجي بقى الموضوع اللي احنا خرجنا عنه اللي هو في الترانسبيشنز في بي وسي بي وسي او اف 4 5 افويد كيوريفو. افويد ايه؟ كيوريفو. بس انا شايفش هسالني سؤال مهم ايه السايد افكتس بتاعتها؟ الكيوريفو ده دواء جميل جدا بس لو سؤال صح كلها في معظمها ايزي في ديليفريتي ايزي في ديليفريتي ليثارجيك ستيت شويه ادوارسيا شويه نوزيا حاجات كلها فيها فيريس تيرابل. السايد افكت الخطير اللي شفته فيه جدا ولما برجع لاصل القصه هو ديتيريوريشن اوف ذا ليفر. شفت حوالي اربع حالات اكيوت فالنا تيباتايتس من الكيوريو. لما ارجع لاصل القصه استخدم غلط تشايلد دي او سي او العيان شكله كويس اي نهار شكله معقول كده شكلها كويس ما اعرفش ازاي شكلها كويس نورمال البيرومن شكله كويس دي تحسب بالسكورنج سيستم يطلع ليه. وخد بالك يا جماعه انت بتحسب الهيستوري اوتوماتيك الكوما او كوما انت مش دلوقتي ما انا اكيد عيل جاي كوما هديله وهديله كيوريفو. لو في اي هيستوري عندك كوما تدخل في التشايلد سكورنج سيستم تمام. طيب ازود الانسس من الريكنس ليه؟ ازود الانسس ما عندناش عارف من الريكنس يا في الحقيقه ما عندناش ستاتس لهذه القصه ولكن هو كان في كلام كتير قوي الريكنس هو السوبر سكور. اه
في برشلونه من اسبوعين كان عندهم مؤتمر مهم جدا قالوا ان سوبر سكوبير از وان من دي افورد اوكوجينيك ممكن سواء دي سوبر بريجنس لكن هذا كان شكوك احنا نقص احنا دول بندرى للدواء ولسه مخلصين بقى النجاح فانا لسه عشان سايب فيكس بريجنس دي عمال بنتكلم عن لونج تيرم ديوريشن والفعل الصعوبه ان حضرتك لما بتسجل محتاج اعداد كبيره جدا تعمل ارم تو ارمز وتقارن بينهم لان القصه بريجنس العيال اساسا عنده كرونيك ليفر ديزيز في سبوتاشن ما اعرفش هل هو جاله عشان كده كده كان هيجيله ما انا مش معنى ان ممكن فيروس انه مش هيجيله بريجنس انا هقلل الانفنس بس فعلا القصه خلاص انا عملت اسبكشن فور ذا بروك جيز سايزز تمام دي هي الرسمه بتاعتنا لكن خلاص انا مش هجيب فيها اكتر من كده تمام ودي بتاعت التفتيش برضه مش هحط فيها لكن احنا هنلخص القصه بتاعتنا خالص يبقى يا جماعه بروتوكول 1 هو الكريمو الالترناتيف بتاعه هو هاف دوس سوبالدي او سوبر سوبير مع سيم بلير في الكومبنسيتد لحد شويه الكريمو في الكومبنسيتد هو الفيرست بروتوكول في الكومبنسيتد الكومبنسيتد اللي هو ما عنديش الترناتيف من اليوليسيو لان ولا من اليوليسيو اليوليسيو سام تايمز برضه في الكومبنسيتد ممكن يعني شويه فيشن في وشوش بتاع في ريس ستارز قال لي هذه الفكره يعني نفترض ان احنا في تعديلنا الجاي في البروتوكول في المربع هذا هندخل اليوليسيو او ممكن ندخل الليتي بسبير ولكن قابلين ناو لو عيان كومبنسيت ده يبقى في فور 5 ولا 7 ولا 10 مش فاكر في الكور قلناها في الحته دي العيان بقى وده مهمه ان انا احط الفايروس كام او كومبنسيت لو عيان جاي تشايلد اي او الفانجوز بتاعه 3 او 4 ما ينفعش معاك كتير لو خدت سايد افكت منه مهم اي بليف يو مش عالجه بال مش عالج المربع ده خالص في لسه في الاجواء احنا بندرس حاجتين ليه بس الهارموني والدخله اللي بتحطه هنا ولكن لغايه دلوقتي احنا ما وصلناش لا في العالم وصل ولا احنا وصلنا ما اقدرش انا اقعد اقول كلام من غير ايفيدنس طيب نيجي نشوف بقى في الديب كومبنسيتد هستعمل ايه؟ الديب كومبنسيتد الدخله ومفيش غير الدخله فده مريح جدا تمام؟ طيب زي ما فعلا 200 مللي جرام افري اذر داي قبل غسيل باربع ساعات 12 اسبوع هو الروم مش قادر اتحمله يبقى 12 اسبوع في النوس الروزس و24 اسبوع هيبقى الكور بتاعي 6 شهور يعني سواء في الكومبازيت او دي كومبازيت وطبعا افويد ده كيوريو ده المربع بتاعنا الاساسي مش عايزين تاني بقى خلاص برجع رسمه الاساسيه عملنا حاجه اسمها سكورنج سيستم عشان احنا قدمنا الاف لوكيشنز فور تريتمنت دي حاجه اسمها فايتيشن عملنا كده ريسيرش من الناس كتير قوي المهم خرجنا ان عملنا سكول سيستم مش هخش فيه مش موضوعنا يعني الموضوع طبعا فقط في الناس اللي هي واخده قرار اللي هي عندنا في اللجنه احنا اللي ممكن ناخد القرار مين يكسب مين فده الموضوع مش لكن في عندنا عملنا حاجه اسمها سكول سيستم بون سيستم اجمع بون سيستم الاعلى واحد هو ايه؟ اللي ده عارف الاقل مش عارف مش عايز اخش عشان ما اعملهمش اشوف القصص دي ودي هي بقى الموست ريسنت جايد لاينز ابديتس زي ما اتفقنا اللي هو زي ما اللي هو الكومبينيشن بتوين الانفاسفير بلس جراسو بريفير هو دلوقتي اللي دخل الفيرست لاين اوف تريتمنت العالم كله جه بقى بعد كده في السكند لاين اوف تريتمنت بدا يبقى في جينو تايب 1 بي وممكن طبعا احنا كمان اي القصه بتاعت الكيليو ده بس عشان لسه بقول حته اخر ابديتس اول مربع اللي هو ده اللي طبعا الواقع ده احنا دي وخدناها واحسن خلاص وانا بشكركم جدا جدا انا مش عارف نشكر حضرتك ازاي المحاضره فعلا اكثر من رائعه يعني وكملت قوي بتنيت المقاله المشهوره في مارس اللي فاجئ مارس وانا اخلي الناس كلها تقراها يا رب تفصل ان شاء الله ونبتدي بالشغل بتاع الشغل اللي كانت بس انا طبعا انا بيشوفني طبعا احنا هنعمل في اصل ايه او اكيد ويك اللي هو السنوي اللي هو عباره عن مقسوم لقسمين حاجه اسمها الكورس الكبير من 15 ل 17 يعني حد واثنين وثلاث وده اللي منظمه طبعا اخي العزيز وصديقي العزيز الدكتور محمد نصر الله وهيبقى الشق الثاني اللي هو المؤتمر السنوي بتاعنا في قصر عيني اللي هو يوم 18 و19 ده يعني اللي شفت انا كنت منظمه طبعا شرفني ان حضراتكم كل مجيء هنا انا يعني احساس احسن تعيش عندنا لو عايزين اللي عايز يسد اسمه هنجيبهم كلهم لو احنا عندنا جي سي تي 500 باونس لكن هي بتكون موجودين النهارده مكافاه مش عارف الدكتور حسين ولا هي ولا مين انا هجيبهم فري ريجستريشن كلكم فتعالوا عاملين
انا عارف بروجرام قوي جدا، عارف حاجه اسمها كروس لينك بين او كروس لينك بين بيزا اند فارهيد. ان انا اول يوم طبعا ده يوم المفروض الدكتور حسين طبعا حطوني مواضيع كتيره جدا سكيب. اليوم التاني بقى الاسكري يوز الانتي كواجلانتس الوافرنج الانتي كواجلانتس الهايبر يوسيميا الاستاتنز الدايوريتكس كلها عباره عن بلاك 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 بوينتس. ازاي اسال الحاجات دي كلها في حالات الاي كي اي والسي بي وكده فاتس فيري بوينتس. فاكر اخترت كل الدرجه كلها اللي بتديرها وشفتها كل يوم ايه الصح وايه الغلط اند واتس از ايفيدنس بيز ميديسن اند ثانك طبعا او اي عيان عنده فوتك سيندروم او سيجيكال كيلوريا او كيني فاي اني سوشيال ذا ماست بي ده اكيد اي وايز نون كي دي وايز بس مش كونديشنز. طبعا الناس كلها هيتعالج اللي هو الجيبيتيك فاتيك الدايابيتيك بيشنز الكوبيلا كيلوريا طارده الاوتو مين توكسيكيميا نون هوجن ليمفوما او ده هوجن ليمفوما الليمفو ديفت ديس اوردرز البولي ارثرايتس بلوزا فاسفلايتس. تمام في كلام دلوقتي بيدور حوالين اللايف انتنس يقول لك ان هم بوتنشال انفيكيشن بوكي على ذلك مش لا هعالج بقى بالقواعد بتاعت الكرونيك كيلر افكشن. يا جماعه عايز اسال حد كده سريع الف شكر. احنا لما بنسال احنا كلنا بنفضل عارفين مكاننا وهم بيوصلوا لغايه مكاننا. وبعدين بقى نعمل بيقطع يعني وقت الساعه كام؟ الساعة 4 ونص ل 5 5 يعني لسه ما حضرتك انا ده 5 بعد عايز اسئله انا قلت الفايل وانا قلت والله خير مع الكونفرنس يعني هو الاكل برافو عليك. احنا طبعا لما نحط تقسيمه في حاجه اسمها تقسيمه بروفيشنال في حاجه اسمها تقسيمه داخليه يعني ازاي؟ انت بتقسم العيان دايما في كاتيجوريز. اي جماعه اي عيان عنده انفلاتي فيروس بيتقسم لثلاث حاجات كرونيك ليفر ديزيز وانفلاتي فيروس ناخد التقسيم من فوق خالص. انفلاتي فيروس في حاجه اسمها اكيوت انفلاتي فيروس في حاجه اسمها كرونيك. الاكيوت بعد ثلاث شهور بالعاده انسى الاكيوت خالص مش ده الاكيوت. الكرونيك دايما في فيه كاتيجوريز كرونيك ويز نو فايبروزس اند كرونيك ويز فايبروزس. نرجع نقسم الكرونيك فايبروزس لكومبنسيتد ودي كومبنسيتد. الفايبروزس الاحسن حاجه دي هو الفايبروس كام؟ المعدل التسهيل. الكومبنسيتد ما اقدرش اقول كواحد بروفيشنال تشايلد بين لان انا عندي في سيفرال في 3 ويز تو كومبنسيت الكومبنسيشن اللي هم رقم واحد في عندك التشايلد سكور سيستم، رقم اثنين الميتا سكور سيستم، رقم ثلاثه الاسحاق سكور سيستم. كون ان انا اخترت في مصر عشان ايزي افيلابيلتي طبعا مش هختار موجود في الجايد لاينز اخترت للتشايلد يبقى مش معنى ان التشايلد لوحده هو الاونلي واي تو اسيس كومبنسيشن. هو هيقول لك لا عايز استعمل بيلا عايز استعمل اسحاق عايز استعمل فعشان كده في فرق بين ان انا بحط كاتيجوري اكيوت وكرونيك والكرونيك نو فايبروزز فايبروزز الفايبروزز كومبنسيت من غير كومبنسيت ده فرق. والفرق الثاني ان انا ايه؟ ان انا اقول لك هاو اي كان اسيس ان ده كومبنسيت تشايلد ايه او ليك في بازيل تشايلد او سي. فانا اخترت الانسان يعني احنا طبعا البانل بتاعتنا اختارت الطريقه السهله في التخرج. احنا طبعا بنشكرك جدا شكرا جزيلا.